في منتصف الملعب مع فريق جلطة سراي الذي يهاجم بشكل سريع وبشكل منظم. عرضية اللعب خطيرة، جول من الجيكي باروش، الجيكي نعم يسجل هدف المباراة الأول في مرمى فريقه السابق ليفربول وفريق جلطة سراي الحالي، وباروش بأول أهداف اللقاء، إذن يتقدم لصالح جلطة سراي. لاحظ من جديد العرضية اللي لعبت واستقبال الطائر السريع والكرة بعدها إلى الشباك، ومنها هدف المباراة الأول لصالح فريق جلطة سراي الذي يتقدم في اسطنبول في تركيا على الفريق الضيف الفريق الزائر فريق ليفربول. ركلة الزاوية إذن تنفذ بشكل سريع، رأسية تأتي والثانية، جول باروش، يا باروش يا باروش يسجل الثاني، باروش ميلان باروش يحقق ثاني أهداف اللقاء لصالح جلطة سراي. المرة على لعب ميلان باروش سجل الهدف، رأسية ميلان باروش أسفرت عن هدف ثاني لصالح فريق جلطة سراي. كارل هاينز استلم الفريق كذلك، مايكل سكيبي هنا، أوه والله قذيفة قوية للغاية تدك شباك ليفربول، ثالث أهداف اللقاء يأتي عن طريق اللاعب جوهان المندر اللاعب والمهاجم السويدي. المندر صاحب 30 سنة المنتقل الحديث إلى جلطة سراي قادم من فريق بولتون ويندرز الإنجليزي، يعمل قذيفة قوية لاحظ من خارج منطقة الجزاء من لمسة واحدة بس يسجل منها هدف المباراة الثالث، كرة تصطدم بالقائم الأيمن وتتحول إلى الشباك بعد ذلك، وردت فعل